اختتم معسكر النمسا بتدريب صباحي. النهاردة كان في مران صباحي للفريق، وكان تدريب خفيف طبعا بالنسبة للاعبين، وبعدها على طول بعد التمرين بساعة كل بقى استعد لحزم الحقائب والتوجه إلى المطار استعدادا للسفر. ويمكن في اللحظات دي أنا بتكلم معاكم، فريق حاليا في الطيارة خلاص يعني بيستعد للإقلاع والعودة إلى القاهرة بإذن الله. في الغالب هيكون بكرة وبعده أجازة، وهي لقطات اهي دلوقتي من مطار فيينا في النمسا لعدد من لاعبي النادي الاهلي، وطبعا صوره مع الجاليه المصريه في النمسا اكرم توفيق. الكل طبعا بالتاكيد بيستعد، كريم فؤاد الكل بيستعد للعوده الى القاهره، وقفشه مع طاقم الطائره واكرم توفيق وكريم الدبيس وياسر ابراهيم. ياسر طبعا ما شاركش امبارح، يمكن تعرض كده لاصابه خفيفه، ايضا محمود متولي تعرض لاصابه خفيفه، فالاثنين ما كانوش موجودين في المباراه الوديه بالامس. لكن دي لقطات من مطار فيينا قبل دقائق قليله جدا لتحرك الفريق ان شاء الله والعوده الى القاهره. في الغالب طبعا يعني بكره وبعده هيكونوا اجازه، وهيبقى في استعدادات من يوم 9/9 لمباراه اتحاد العاصمه. وارد جدا ان كولر يتفق على مباراه وديه عشان تبقى المباراة الختامية قبل السفر. صلاح محسن شارك في مباراة امبارح، عمل مباراة جيدة جدا، هدف مميز أحرزه كان الهدف الثالث، ونتمنى التوفيق يا رب لصلاح محسن ويستغل الفرصة العظيمة اللي جات له السنة دي انه هيشتغل مع مدرب كبير زي مارسيل كولر. دكتور تامر أبو العينين عنده بقى فترة، الفترة الجاية عنده استعداد بقى لتحضير وتجهيز وتأهيل ياسر إبراهيم، حمود متولي، عمرو السولية، ان شاء الله نطمن على كل اللعيبة. كريستو موجود، معتز، زعلوك، إن شاء الله في عدد من قطاع الناشئين الفترة الجاية بإذن الله هيكونوا موجودين مع الفريق الأول. طيب لقطات هي معانا، دي لقطات حصرية من مطار فيينا لكواليس الفريق قبل العودة إن شاء الله. يمكن الطيارة بعد دقائق قليلة جدا بإذن الله هتكون بتستعد للعودة للقاهرة. يمكن الرحلة حوالي ساعتين ساعتين ونص، فنقدر نقول ممكن الرحلة توصل القاهرة على الساعة 7:30 أو 8 مساء اليوم على أقصى تقدير. كريم نيدفيد لعيب كان واجه تحديات كبيرة، فربنا يكرمه إن شاء الله الموسم ده بعد العودة من تجربة إعارة كان في فيوتشر خلال السنتين اللي فاتوا. كابتن سمير عدلي عنده ملف مهم جدا، مسألة سفر ديانج وتاو من جنوب إفريقيا أو حتى من مالي عشان يستعدوا للانضمام للنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية. يعني رحلة السفر ساعتها اللي هتكون من كوت ديفوار، لأن ساعتها منتخب مالي عنده مباراة في أبيجان، كمان بيرسيتاو مباراه في جنوب افريقيا، فرحلات السفر والطيران من اقصى الجنوب الى شرق قاره اسيا بتبقى صعبه جدا. فنتمنى ان شاء الله التوفيق في حجز رحلات الطيران لبيرسيتاو واليو ديانج عشان يكونوا موجودين مع الاهلي في الموعد وقت وصول الفريق ان شاء الله الى النمسا خلال الفتره اللي جايه. بنستعرض معاكم طبعا كواليس عوده الفريق الى النمسا ان شاء الله عشان يبدا بقى الفريق يحضر للفتره اللي جايه، وازاي يبدا يستعد لمباراه اتحاد العاصمه الجزائري. وبدات بقى الايميلات والاتصالات مع الجانب الاتحاد الافريقي عشان التحضير للقاء السوبر باذن الله يوم 15/9 الساعه 9 على استاد الملك فهد. عايز